استنكر منسق برنامج مكافحة التدخين لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى ساجمي انتشار ظاهرة بيع السجائر في مختلف شوارع العاصمة الجميلة لا سيما في الطرقات العامة. جاء ذلك من خلال البيان الصحفي الذي قدمه اليوم. حاليا نشوفوا الناس يال بيسوقوا سجائر وكثرتهم ده يال شباب وفي أي مكان يسوقوا سجائر منه في قدام مدارس في مكان الأبتان وفي مكان الوزارات وده مواجب وده في الوا أنتي تابع أنا شاد ده بقول في الواجب ده يعني أي مكان يسوقوا سجائر يكون ما أنقص من 300 متر وقلنا في ده نشكر البلدية هنا نجمينا يعني شالت قرار لتطبيخ قانون ده وعنينا متهمين لخلال قرار يتطبخ كتو إمكانيات لبوليس هنسيها عشان يمنعوا تسجير في مكانات دول. قدمت ممثلة القلب الكبير بمدينة أتيا حاضرة إقليم البطحاء سعاد إبراهيم عادل مساعدات غذائية لنزلاء السجن المركزي للمدينة، كان ذلك بحضور حاكم الإقليم جان برنار بداري. محمد طاهر جبريل الحر. تكو جاهزة وفي ذات الإطار تسلمت ممثلة القلب الكبير بإقليم وداي مساعدات مقدمة من قبل أحد أبناء الإقليم وهي عبارة عن أدوات مدرسية. محمد حسن آدم. مواصلة لنشاطات مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو لا سيما مبادرة دعم وتشجيع سياسة الحكومة الرامية إلى نهضة المدرسة التشادية، فقد تسلمت مسؤولة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي شمس الهدى أبكر كدادي أدوات مدرسية مقدمة من قبل أحد أبناء الإقليم من الفاعلين الاقتصاديين وهو السيد عبد الحق عبد الرحيم. ممثل صاحب البادرة عبد المنعم أحمد إدريس في كلمته أكد بأن الهدف من تقديم هذه المساعدات هو الوقوف بجانب مؤسسة القلب الكبير. مسؤولة مؤسسة القلب الكبير بإقليم وداي شمس الهدى بكر كدادي من جهتها شكرت السيد عبد الحق عبد الرحيم على هذه اللفتة الكريمة. هذه المساندة بلد لنشاطات مختلف المدارس بدعم مساندة بمعدات زراعية وأخرى للطلاب بأسم المؤسسة القلب الكبير نشكر ونقدم إرفاني للتجار السيد عبد الحق عبد الرحيم أبو سيندي السيدة حاجة زينب محمد داتي والقنصل العام عن السودان لدى البشا المساعدة الحساسة للمدرسة التشادية ولكل المجتمع الضعيف. هذا وكما شكرت كل من القنصل العام لجمهورية السودان بمدينة أبشا والسيدة زينب محمد لوقوفهما الدائم بجانب المكتب الإقليمي لمؤسسة القلب الكبير بوداية لمباشرة عمله ومتابعة نشاطاته الخاصة بمساعدة الشرائح الضعيفة من طبقات المجتمع. أطلقت جمعية الأرامل والأيتام من أيل التنمية الاجتماعية دورة تدريبية لصالح أعضاء الجمعية. عائشة أحمد دودي. الاهتمام والتوجه نحو الأراضي الزراعية الخصبة والانتفاع من كنوز خيراتها في إعانة الأسر ذوي الدخل المحدود لتحسين الوضع المعيشي هو المقصد الذي لأجله نظمت هذه الدورة التدريبية من قبل جمعية الأرامل والأيتام من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية بدعم من الصندوق الوطني لدعم الشباب فوناب لصالح أعضاء الجمعية. في مستحل حديثها رئيسة الجمعية مريم عطية تناولت دور الزراعة وأهميتها في دخل الفرد والذي يمثل المجهود الشخصي للإنسان، بينما رئيس قسم إدارة المشاريع نور الدين محمد ممثلا لمدير الصندوق الذي وصف هذه الدورة بالمهمة وأن تمويل مثل هذه المشاريع التي تحقق رؤية السلطات العليا نحو استقلال الأراضي والمساهمة في العملية التنموية لمحاربة الفقر والمجاعة والذي
يشار إليه أن جمعية الأرامل والأيتام تعمل للرقي بهذه الفئات من المجتمع لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وأن أعمال هذه الدورة تستمر لمدة أسبوعين. انطلقت رسميا نشاطات جمعية يونغ ديبلومات الشبابية بحضور عدد من المسؤولين بالدائرتين 15 محمد صالح حسين وعلي فاضل في سياق هذا التقرير. الجمعيات المدنية تسعى إلى ترقية ودعم المجتمع المدني، وفي هذا الإطار جاءت الانطلاقة الرسمية لأنشطة جمعية يونغ ديبلومات الشبابية، وذلك في مجال مساعدة الطلاب لتوفير منح دراسية في مختلف دول إفريقيا المركزية، إضافة إلى دول العالم الأوروبي والعربي على حد سواء. كما أن للجمعية مجلة تحمل اسم يونغ ديبلومات، وفي هذا الصدد فقد تحدث المدير الإقليمي للجمعية بأن جمعيته تسهم في المجالات التعليمية والتربوية وتلعب دور الوسيط بين الطلاب وجامعات دول العالم. وتتخذ جمعية يونغ ديبلومات من العاصمة جمينا مقرا لها، كما أن لها مناديب يمثلونها في مختلف الدول على المستوى الإقليمي والدولي. قامت الدائرة التاسعة بتوزيع كمية من المواد الغذائية والمتمثلة في جولات من الغلال. المواد وزعت لصالح كبار السن العجزة والمعاقين زينب أحمد عبد الله وحسين جدة عمر في سياق هذا التقرير. مساهمة في سد احتياجات بعض شرائح المجتمع من سكان الدائرة التاسعة، جاءت هذه البادرة الإنسانية من قبل البلدية عبر العمدة محمد كريمة. وتتمثل هذه المساعدات في أنواع من جوالات الغلال، وذلك دعما ومساندة لبرامج الحكومة التي تسعى إلى راحة المواطن ورفاهيته. وبهذه المناسبة أعرب العمدة محمد كريمة عن انطباعاته بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة. لما خلق الكوميديات وأنتانا كما تعرفوا أننا من دين التراز ممكن الحكومة بنات لنا دي بعد أننا كمينا نبين كل مشينا سوينا لنفرز مرة المستفيدون على لسان بعض منهم شكروا العمدة على هذا الدعم الإنساني الطيب، مؤكدين بأن هذه العملية توحي إلى الشعور بالمسؤولية الكاملة والإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين خاصة المحتاجين منهم. بهذا الخبر الإنساني معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.